تزامنا مع الاحتفاء بيوم الشباب الدولي، أنتجت إذاعة البحرين حلقة خاصة من برنامج مجلس الشباب لتسليط الضوء على تجارب الشباب وأفكارهم حول واقع الإعلام ومستقبله. وشارك في الحلقة عدد من المتحدثين من صناع المحتوى ومخرجي الأفلام والفنانين وأصحاب شركات الإنتاج الإعلامي وسط تفاعل كبير مع الشباب الحضور. الشباب والإعلام هو موضوع حلقة خاصة من برنامج مجلس الشباب، وهو من إنتاج إذاعة مملكة البحرين بوزارة الإعلام للاحتفاء بالقدرات والكفاءات الشبابية في المجال الإعلامي. فخورة بأن قدرنا نرجع حلقة واحدة من مجلس الشباب، حلقة خاصة بمناسبة يوم الشباب العالمي من بيت المرفأ، نتكلم فيها عن واقع الإعلام، مستقبله اللي نأمله، وبإذن الله يعني أحلامنا وطموحاتنا وكل الأمور اللي احنا ودنا نحن نشوفها. فكرة مجلس الشباب قائمة على أن الشباب يتناقشون في أمر معين ونسمع من الجميع، كل شخص موجود هو اليوم مرتبط بشكل لصيق بصناعة المحتوى أو هو صانع للفن الرقمي. فكرة صناعة المحتوى، يعني إحنا اليوم وإحنا قاعدين نسوي البودكاست، إحنا فعلاً محتاجين ناس تعرف تعد، إحنا محتاجين ناس الريسيرش مالها قوي، تقدر تعطينا أسئلة، تقترح لنا ضيوف. أكثر شيء شدني موضوع الذكاء الصناعي وشون إحنا نقدر نستخدمه في صناعة المحتوى. بالنسبة لي أنا ككاتب سيناريو وبروديوسر، الذكاء الصناعي جدا قاعد يساعدني. بالعكس أنا مو من الناس اللي ضد الذكاء الصناعي، بالعكس تقدر تستخدمه حقك أنت. وما شاء الله اليوم كانوا في محور كامل عن هاي الموضوع. وتضمنت الحلقة نقاشات عن مستقبل الإعلام العالمي ودور الشباب في صناعة المحتوى، إلى جانب تقديم قراءة في واقع توظيف التقنية والذكاء الاصطناعي واستعراض تطلعات وآمال الإعلاميين الشباب وغيرها من المحاور. حلونا نشوف الشباب كلهم طاقة إيجابية كلنا في مكان واحد، فأحس إن كل من بيطلع من هني والشغف بيكون زايد. وصراحة أنا ود مستانسة إن أنا بكون جزء من هذه الفعالية اليوم. بتكلم أكثر شيء عن التصوير والاي اي وشون we can combine both مع بعض. طبعا اليوم حضرنا هذا الإيفنت الطيب، وجدا استفدنا من كلام الشباب البحريني اللي متمكن جدا في علوم تقنية المعلومات وفي الذكاء الاصطناعي، وبالفعل استفدنا جدا من المهارات اللي موجودة. كلمة بوجهها حق الشباب اليوم، لو عندكم فكرة حق حساب، حق مشروع، حق أي شركة مطلقة، لأن أنتوا المستقبل. احنا ابتدينا مشروعنا كشباب في الجامعة، واليوم صرنا شركة توظف أكثر من 15 شخص موجودين في قطر والبحرين والرياض. شباب طموح شارك آراءه وتطلعاته المستقبلية في الإعلام المعاصر، وكان لإذاعة البحرين بصمتها المعتادة في دعم هذه الآراء والتطلعات التي كانت وما زالت لها الدور الأكبر والبارز في بناء الوطن والمجتمع.